امباي مشينا. يلا. ام جيرل كي شكل برايم 3؟ البرايم 3 كان هو اول برايم اون ديريكت، كان ستريس ولكن كل شيء داز مزيان. كيف ما شفتوا معنا في البرايم نهار السبت كانوا معنا 13 كونديدا، 8 دازوا و5 طاحوا في مرحله الخطر. الخماسي تكون من لبنى السنة، احمد جوجيل، مروه قريعه، رجاء الهاني وضحى ذاكر، ام سوفات رجاء، وعبد العاطي امل نخدة ضحى، والخالدي عزل مروه. هي هذيك مشى جوجيل ولبنى. داز البرايم في اجواء حماسيه وزوينه، لا في الاستوديو ولا في فيسبوك، كانوا لي فان حاضرين بلي كومونتير وبلي لايك ديالهم. شوف 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 والديريكت كان خاصو تحضير خاص وخلعتو بوحدو، والنجوم هاد العام هما لي كونديدا ديالنا اللي طلعوا في احلى صوره. تو لو موند ايتي بو. نعاود لكم راكم شفتوا كل شيء في برايم على عينيكم، كلكم ديدو كيف طلعوا كيف غنوا كيف داز. غير هو فيسبوك لقينا لي فان كيسولوا على لي كونديدا بغاو يتعرفوا عليهم اكثر. اللي كيقرا فاش واللي خدام فاش، ايوا هادشي اللي درنا. قاري موسيقى و انسكريت اون دوزيام اني ماستر دو ريشيرش في المعهد العالي للموسيقى. عايده خالد كنقرا في لافاك في ثوازيام اني اتيود انجلي. Je travaille dans les ressources humaines. Amina, 24 ans. Je prépare mon master en finance. Je suis chanteuse. Pour Nia. Je suis Taliba, gérant de la société. Diplômé en gestion des entreprises. المهم قاعدك شي ما بانش في دوزيام وبغيتي تشوفه تكونك تنقول لك في يوميات شوف الكواليس.